طيب احنا عندنا الستايلز بتاعت الميوزك الفلامينكو، تمام، متقسمة لنوعين من الستايلز، تمام. حاجة ليها ريتم اللي هما بيسموه الكومباس، تمام، زي البوليريا والسوليا اللي هنتكلم عليها، والألجريا والفاندانجوس والسجرية، تمام. وعندنا حاجات تانية ملهاش كومباس، تمام، اسمها زي الترانتا والروندانيا والجرانينا، تمام. طيب النهاردة هنتكلم عن أول فورم أو ستايل بيسموه البالو، تتكتب كده، تمام، اسمه السوليا، ماشي، أو سولياريس، تمام. طيب هما بيسموا الستايل ده إن هو الأم بتاعت كل الستايلز، تمام، بس هو مش أقدم ستايل، في ستايلز موجودة قبله زي السجرية، خلاص. طيب انا هقول، عايز اشرح دلوقتي الكومباس او الريتم بتاعها عامل ازاي. فانا هقول حاجه الاول تقرب الموضوع. لو احنا عندنا دلوقتي ميجر او مزوره 6 8، تمام، فهتبقى كده، فعندنا هنا هنقول ان ده 1 2 3 وده كده 4 5 6، بس الاكسنت او الضغطة عندنا هتبقى هنا وهنا. طيب لو بعديها عندنا ميجر 3 4 كده، طيب عندنا الاكسنت هنا وهنا وهنا، فكده 6، بقى عندنا 7 8 9 10 11 12، اوكي. طيب اللي احنا هنعمله دلوقتي ان احنا بدل ما بنعد من 1 هنغير الاسم، بس هنغير الرقم، هيبقى من 12. يبقى بدل ما احنا بادئين من 1 2 3 هنبدأ 12 1 2. Twelve, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, 11. طيب ده كده one compass، خلاص. يعني احنا لو عندنا 12 بضغط، يعني 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4، اوكي. طيب اللي يفرق البالوس او الستايلز دي عن بعض اللي هم اللي ليهم كومباس ان حاجات كتير، بس منهم ان بتبدا امتى في الدايره اللي هي مكونه من 12 بيتس. طب احنا هنمسح ده وهنكتبها بالشكل اللي انتوا هتشوفوه في اي حته فيديوز حد بيعلم بره، او هتلاقوا الابليكيشنز اللي هي المترونوم بتاع الفلامينكو بيبقوا عاملين ساعه زي الساعة اللي احنا عارفينها يعني، تمام. اوكي، وبتبقى عندنا الاكسنت كده وكده وكده وايت وتن، خلاص. طيب في ستايلز تبدأ من 12 زي البولاريه، تمام، وفي ستايلز تبدأ من 1 زي السوليا والألجريا، تمام، والسجرية بتبدأ من 8. طيب احنا هنتكلم دلوقتي على السوليا بس، وهنشوف هي بتبدأ ازاي ازاي تقدر تفهم الكومبوس بتاعها. طيب احنا هنبدأ الستارتنج بوينت عندنا او الستارتنج بيت من 1، خلاص. يبقى احنا هيبقى عندنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 اوكي اند سو اون. يبقى انت بتبدا من بيت 1 وبتنتهي عند بيت 12، ده كده 1 كومباس، اوكي. طيب الطريقه ان انت ممكن تتمرن عليها انك تسقف، ما بيسموا التسقيف بالماس كده،
كاتب كده. تمام. ممكن وانت بتعمل اي حاجة في البيت، بتتفرج على التلفزيون، بتعمل اي حاجة، بس تبدأ تعد ده في دماغك وتفكر. تمام، تخيل شكل الساعة ده وابدأ سقف. هنسقف كده، هنقول 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 وتكرر ده. ممكن اكسرسايز تاني انك تعمل البيتس اللي عليها اكسنت برجلك والبيتس اللي هي العادية بإيدك، فيبقى مثلا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. اوكي، طيب ده الكلام ده في الأول عشان تفهم، بس بعد كده انت مش هتحتاج تعد وانت بتلعب، ومش هتحتاج تفكر في الكلام ده كله. ده بس بيبقى في الأول عشان تفهم الفكرة، لو شغلت حاجة تبقى فاهم هي ابتدت ازاي، وتفهم الاكسنتس وتفهم الكومباز بتاعها، بس بعد كده انت مش محتاج انك تعد وانت بتلعب، ولا الكلام ده مش هيبقى مهم.